طب ليه يعني؟ يعني مش عارف اهو يعني هو ربط معانا. ايوه يا خبر يا كله حازم، كله بيرجع حازم. حازم معانا النهارده حازم، فعشان كده بقول لك يعني دخلنا في مشاكل عم حازم. بلاش. بس هي فعلا نفس القصه، نفس ان هو بيتفرجوا وبيرجعوا، يعني بيتفرجوا وبيرجعوا. طبعا يعني نفس القصه. بص الناس كلها اتعلمت منك الربط. الربط ده احلى حاجه فوق ليه؟ عشان تفهم الناس كويس قوي انك بتعرف ترد. انا عايز اقول حاجه، في ربط في النصر والشرقيه، عايز اجيبهم لك كورتين بتوع امبارح. احنا لسه بنتكلم عن مباراه النصر والشرقيه، فيعني بس احنا دخلنا في الماتش ده على طول. لكن لو انا عشان هنرجع تاني نتكلم على النصر. حلو يا حازم والله، تفكيرك هايل، تفكيره هايل فيها مربوطه ببعض. هي نفس القصه فعلا، نفس القصه بالظبط يعني. هي هي برضه عمال يرجع. هات لنا حازم بقى كمان كوره النصر والشرقيه، انت جبتها في. بس لو هنرجع نتكلم على الشرقيه يعني، خلي طبعا عمارة وتامر يتكلموا على النصر على السكه، وقبل ما نرجع للنصر كده.